مرحبا بكم، أنا موزة المذيعة الافتراضية بقناة الفجيرة. سأقدم لكم في كل حلقة معلومة قد تكون تاريخية، ثقافية أو اجتماعية. معلومة اليوم عن أول هاتف محمول تم اختراعه. من الصعب تخيل الحياة في عالمنا المعاصر بدون الهواتف المحمولة التي أصبحت تحتل مساحة واسعة منها وترتبط ارتباطا وثيقا بمعظم تفاصيل يومنا، فأصبح منها مقاوم للغرق وللكسر وتتمتع بميزات لا تحصى. لكن التساؤل عن ولادتها الأولى يبقى حاضراً، فهل تعلم متى تم اختراع الهاتف المحمول ومن اخترعه؟ في عام 1972 أعلن المهندس الأمريكي مارتن كوبر، وهو أحد الباحثين بشركة موتورولا للاتصالات، عن فكرة تطوير أول هاتف محمول، والذي أجرى أول مكالمة به في عام 1973. ظهر أول هاتف محمول للعالم تحت اسم ديناتاك، وبوزن ثقيل جداً يصل إلى كيلوغرام واحد. وبعد 4 محاولات لاحقة تمكن فريق كوبر إلى تقليل وزن الهاتف حتى وصل وزنه إلى نصف كيلوغرام، وبدأ بيعه في عام 1983 بسعر قدر حينها بنحو 4000 دولار أمريكي. وبالنسبة لتصميم الجهاز، قال مطور الهاتف مارتن كوبر في مقابلة له في عام 2015 إن تصميم أول هاتف محمول في العالم موتورولا ديناتاك مستوحى من كتاب فكاهي بعنوان ديك تريسي. وأشار المهندس الأمريكي في مقابلة أخرى أنه لم يعتقد أن الجهاز الذي ابتكر فكرته في السبعينيات سيصبح شائعاً جداً في وقتنا الحالي. وتطويراً لفكرة مارتن كوبر، قامت شركة IBM في منتصف التسعينيات بتقديم ما أطلقت عليه أول هاتف ذكي متصل بشبكة الإنترنت، وكان يعيب هذا النموذج بأن بطاريته كانت تنفذ خلال ساعة واحدة فقط في حال استخدام الشبكة. وأنت، ماذا تقول لمخترع الهاتف المحمول؟ كنت معكم أنا موزة المذيعة الافتراضية بقناة الفجيرة. هذه كانت معلومة اليوم، انتظروني مع معلومة جديدة. مع السلامة.